دي جت منين؟ مين؟ 80 زائد ربع دي جت منين؟ مين؟ 80 مسألة هو ده جيفن يعني؟ بسواحد. هتعرف على ايه؟
وبوينت 2 3 3 3
بنص ده. مليون وخمسين. بوينت 58 من دي. بوينت 58 85. عن 3 مش 4 تقريبا وبتحسب البوت على 4 البوت اهو ماشي ماشي
فوز زيرو. ما فوز زيرو بس معك عارف. انا بقى بتكلم ان احنا الفولت عن في الامتحان مثلا الطلبه بتفوت عن 3 مش عاوزين لها في الحاله بتاعه الطالب ده. ايوه انا احسب الفولت بس على المسطره اللي تمام كده لان ده بيلخبط اصلا. بلاش اربعه خلاص بلاش اربعه بس علما ان الشريط ان احنا هتتخرج طلع الفكره الناس ما تعرفش حاجه زي ده. طب انا فاهم بس خلاص اعرف الحسابات دي. انا فاهم بس بيبقى صعب في الحسابات خلاص. تعالى بس المعلومه دي انا عاوز اعرف بس المعلومه دي مش حاجه فيها ان حرام الدكتور مش المفروض دي بتعتمد على الدكتور جروب اكتر. لو انا ماشي في البيت اعمل ستار هنا في الماشين مش المفروض سنان راس اخر البوست ب 30 ولا اقدم بيجا اخر البوست ب 30 مش المفروض ده بيعتمد على الفيكتور جروب بتاع الترانسفورمر يعني مثلا لو كان 11 هو اللي هو اللي هو ريتد مثلا ان هو هو ده الفيكتور جروب بس انا فاكر خلاص مش هو دينا ايه دبل لايف دبل لايف برافو